حققت حلم من أحلامي وهي زيارة بعض القرى المهجرة في فلسطين. بمقاطع فيديو مصورة يستحضر أحمد وعلي زمعر تاريخ بلدهم على صفحتهما هذه فلسطين على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. المسؤول عن المنطقة هذه جميعها. فكرة المشروع نشأت في ذهن علي وأحمد بعد حصة مدرسية حول قرية ليفتا. بلشت المبادرة لما كنت أنا بدرس في المدرسة عن القرى المهجرة ودرسنا عن قرية ليفتا، فصار جعبالي أني أروح أزورها وقدرنا نزورها، واقترح علي أخوي أن نخرج فيديو عنها. فلما روحت أنا صورت وعملت كل شيء وروحنا وكتبنا النص وسجلنا الصوت، وكان هذا الفيديو كتير جميل وعجب الناس. ومنذ تلك اللحظة يقوم الشقيقان بجولات في المواقع التاريخية المختلفة بجميع أنحاء الأراضي الفلسطينية. كل المدن والقرى تبعتنا كتير حلوة طبعا، بس بنختار الأماكن حسب يعني بنحاول إنه نروح على الأماكن القديمة والمميزة اللي بتجذب الناس لحتى تحضر الفيديو ويعني تستفيد بأكبر قدر من المعلومات. وسعيا لتعريف الأطفال غير القادرين على مواقع تاريخهم القديم، أنتج أحمد وعلي حتى الآن نحو 14 مقطع فيديو عن القرى والمدن الفلسطينية المهجرة. صفحتنا يعني هذه فلسطين الحمد لله عليها إقبال كتير، عنا حاليا تقريبا 6000 متابع. صرنا عاملين تقريبا 13-14 فيديو عن قرى ومدن مهجرة. وفي الضفة الغربية تنتشر المواقع المقدسة للديانات الثلاث علاوة على المناظر الطبيعية الخلابة على الجبال من تلال الخليل ونابلس وصولا إلى البحر الميت الأشد ملوحة وانخفاضا على وجه الأرض.